اكسيون. حسين أبزرقول أبدي الولاء أبزرقول حاصل على الرتبة الثالثة في البريك دانس بطولة المغرب 2023. أنا مستعد نساعد ولاء. علاش؟ لأن هي عندها واحد الطموح كبير باش توصل صراحة. وصلات في الدراسة ديالها كتمني لنا، حتى في الرياضة عندها واحد الطموح، بغا توصل لأبعد حد في الرياضة تاع البريك دانس. أول مرة جات عندي هي والأخت ديالها، قالت لي راه غادي نمشيو لواحد البلاصة نديرو رياضة ديال الرقص هيب هوب. قلت لهم ما كان حتى مشكل. اللي شجعني انا خليتهم كيلعبوا هذه الرياضة انهم حتى في الدراسة ديالهم متفوقين بجوج صراحة. كتشوفوا ان بنت كتدير واحد المجهود باغا توصل، هذا راه كتساعدها، وكيكون عندك واحد الطموح انها تشوف بنتك بطالة. الوالدين اللي ما كيخليوش بناتهم يديروا الرياضه خطا، حيت هذا الوقت هذا بلات البنت بحال الولد، اللي عنده طموح راه يوصل، لا بنت لا ولد. وانا ولا بنتي بغيتها توصل لواحد المرتبه ديال البريك دانس تكون متفوقه فيها ان شاء الله. الرساله اللي كنوجه لولا ان تبقى في هذه المجهودات اللي كدير في التواصل، وما تديهاش في الناس كيقولوا لا كدير الرقص كدير هذه، وهي راه ماشي رقص، هي راه رياضه. ولات رياضه، وكما كانت رياضه ما يدخلوهاش الالعاب الاولمبيه، اذا ولات رياضه.